السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 26 جنيه، سعر كيلو مهات الأبيض 21 جنيه، سعر كيلو فراخ الساسو 39 جنيه، سعر كيلو فراخ البلدي 45 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 8 جنيه إلى 10 جنيه، سعر الكتكوت الساسو من 6 جنيه إلى 8 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 3 جنيه إلى 5 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 42 جنيه، كرتونة البيض الأحمر 45 جنيه، كرتونة البيض البلدي 47 جنيه. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.